Times and the committee to invite me to be here today. Actually, this is the first time for me to attend in the meetings of the LRC. Thank you, Professor Jofodel, for this invitation. Today, I'm going to present a fetish atmospheric reconstruction of latent code effects. وقبل ما اقول البرزنتيشن في حاجتين كده هنعرضهم في الاول. حاله سبارس الفود والبيلاكري وحاله ثانيه كونجينيتال فهيبي سندروم في البيلاكري. This patient presented to me in Khidmay Hospital 1.5 years ago with this deformity. This patient was a main patient, 22 years old. الحقيقة الصورة دي هنشوفها دلوقتي وهنشوف الحالة والريكونستراكشن اللي اتعمل و 9 years follow up for this patient. المسج من العيان انه يفضل لحد السن ده و ديز ديفورمتي دي في الحقيقه حاجه اتشالنت بيتم. ودايما المسج في الديفورمتيز خصوصا في الجينيتال ديفورمتيز تو ريكونستراكت او تو امبيتيت. طبعا العلم بيجي ان بروبر تايم الريكونستراكشن بتاعه بيبقى اوبتيم. بروفيسور كوكو رانكو كنت واحد من الناس اللي كان الشرف ان انا اشتغل معاهم واقابلهم في الدوق مصر سنه 99 وشفت في المانيا لما سافرت 2004. هو في الحقيقه عمل برزنتيشن قدم 6 ميلز يعني هو الديزيز ده الاكثر بيجي في الميلز وعمل لهم عمليه عن 13 مانس ونشر الكلام ده وعمل لهم فولو اب فور 6 years. This is our patient, 18 years old, 18 month old male who presented with a deformity we allowed to us for the brain. The brain X-ray, the shape of deformity was an extra toe or محاولة اللي يبقى فيه extra toe. حالة عملت تقريبا من 12 سنة تقريبا. طبعا البروسيدور اندر جنرال انفيزيو كورنيكين هنفوت الكلام ده على طول. This is the incision as described by Professor Bukranko وده الانسيجن اللي انا عملته. هو في الحقيقه انا شفت البيبر دي ريتروجريد يعني بعد ما عملت الحاله. السيبس as described by Professor Bukranko هو described ان في بيبقى فيه فايكروكارتريجن سكور شود بي اكسايز عشان تصلح الديفورميتي. انه بيعمل لينسنينج للتندن بتاع الابداكتور هالوسس انه بيريكونستراكت لي التيبيال سايت بتاع الكولاترال ليجمنت بتاع الميتاتارسو جوينت ده البلاند اللي شود بي دان والكي واير علشان يمنتين الالاينمنت افتر ريكونستراكشن. بعد اللينس اللي جوه ده تاني وده ريكونستراكشن اوف ذا ليجمنت. الاكسترا تو طبعا بيبقى امبيتيتد الكور زي ما احنا قلنا فايبر كونتيزا كور اللينتنج اوف ذا تندون adjustment the collateral ligaments with key wire to adjust the axial. ده شكل الوند وده الشكل proposed المفروض after as described by Professor Bukram. ده شكل الكي وايرز after 4 weeks. دي after 2 months and after 1 year. ده شكل الوند
شكل الاكس راي. This is before surgery at the age of 18 months and this is 13 months يعني بعد 12 شهر. الهيفس زي ما احنا شايفين والالاينمنت مع الجروث طبعا اللي بيحصل يورينج ذيس بيريود. ده شكل الفوت والولد الكبير بتاعنا دي بعد 48 لما وصل 48 مانث اولد يعني تقريبا 3 سنين الى 6 شهور. ده شكل البوفا اول يعني يمكن شكل الاكس راي فور بوف فيت والمقارنه بالبيتاتيز لان ده اللي بيحدد شكل الجروث بعد كده واللي بيحسن الشكل المفروض. ده الكيب بتاعه. يقدر يعمل اكستنشن بكتو كويس. ده ما بقى عنده 11 years old. واحنا شايفين كل ما الطفل بيكبر شكل الديفورميتي بيبقى احسن. ويمكن انتوا اخدتوا بالكم في الصوره اللي قبل كده السكين كان فيه شويه ريداندنسي. يعني انا ما عملتش تو ماتش اكسجن للسكين. انت لما بتشيل الاكسترا دو يوجوالي يو هاف ان اكسترا سكين. ممكن بقى كده تشجع وتشيل. فانا قلت سكين زياده لو احتجت حاجه يبقى في مخزون موجود قدام حبيت اشيله اتس فيري ايزي ان انت تو اكسايز اند اكسترا سكين. ده شكل الكروث بتاع الرايت سايد وده شكل الجيت بتاعه تقريبا ما عندوش اي مشكله في الجيت يقدر يعمل اكستنشن كويس قوي. وده شكل السنسوراليسس تقريبا الديفورميتي صلاحت بالنسبة تقترب من 95% أو أكثر. نرجع بقى للحالة الأولانية خالص اللي احنا شفناها الراجل اللي بقى عنده 22 سنة. هل السمبليستي والريكونستراكشن هل ممكن يبقى نفس السهولة اللي كانت في الطفل الصغير؟ أعتقد لا. ويمكن أنا قلت لوالد الطفل ان الريكونستراكشن ويل كاري سام كومبليكيشنز يعني يو مايت هاف فاسكولار بروبلم وممكن يحصل اسكيميا وممكن يحصل بروبلم واحنا بنعمل اوستيوتومي ونعمل كوريكشن. فالعيان او والد الطفل الصغير ده از نوت اكسبتنج ان يحصل كومبليكيشن. العمليه ما اتعملتش. احب اسمع رايكم لو حد فيها عايز يعمل كومنت طبعا. حد يحب يسال او يقول كومنت او حاجه ولا أقول الحالة اللي بعدها؟ يبقى هو المسج مهم قوي إن إحنا نعمل السيرجري أز إيرلي أز بوسيبل. ساعات العيانين يجوا لنا يقول لك إيه أنا رحت للدكتور عظام وقال أستنى لما العظم يكبر. برضه مش فاهم برضه يعني إيه العظم يكبر. دي حاجة دايما بعض الدكاترة بتوع العظام بيقولوها للعيان استنى لما العظم يتغير. لكن الكونجنتال ديفورميتي ات شود بي دان از ايرلي از بوسيبل. يمكن اصل بروفيسور ريكس do you have any comments on this case especially this patient are going to reconstruct or first, a very good result. My experience has been in extra digits and elongation of metatarsals. A particular case like that, I have never done one. So I cannot comment, but I'm very, very impressed with your outcome. But that particular case, I have never done one. I've never done a case like that. Okay, thank you. رجعت البداية ذات الحالة الخامسة. أنا عندك حالة وحالة وبرزنتيشن.
second case, congenital constriction ring syndrome. It's 2 months old. He's a male also. And the patient presented like this with severe lymphedema, and this is the constricting ring, and this is the apexia. طبعاً عارفين الانسيدنس بتاع عشان نخش بقى وهنا how to excise and how to relieve the excess fat, how to mobilize عشان تقدر تقفل الوند in a proper way. الستيب عبارة عن زيت بلاستيك for this ring event. بعد 6 شهور عن شو ماركت امبروفمنت يعني تستعجلش الامبروفمنت بت take some time. ده الستيب بلاستيك بيحصل immediately post-operative بيحصل marked edema و swelling لكن ده gradually decrease و improve. السكند stage عملناها بعد 6 شهور سمينا 6 شهور عملنا excision of excess skin. بعد 6 شهور زي ما انتم شايفين ال swelling edema راحت وبدأ يظهر ال excess skin ده بدأنا نعمل له excision. ولو محتاج revision لل الست نص اللي انت عملتها ليك فيها جزء محتاج تو بي ريفايز يبقى جو ان وايز. ده شكله وعنده 8 سنين. شكل الفود بقى احسن يمكن شويه في الديفورميتيز اللي موجوده في التو ويمكن هو عشان ما بيجيش ريجولر فيزيت ان احنا ممكن نعمله بروسيدور يحسن فيمكن ده الفيز مع العيان. ده شكل الدرينك بعد ما يكروف. الجيت بتاعه تقريبا معقول. Apart from this deformity of the toes اعتقدش العين عنده مشكله at regard to الإديمة و swelling. Thank you. وفي كومنت واجب بقى احضرته لهولندا اللي هو الكونستريشن ما لا تستناه. هي في بعض حالات يعني ما تبقاش like this severity and you can wait for some time. المسج بالنسبة لك انا راجل شغال في حتة في البعيد وبتاع وشفت طفل عنده كده اصبر عليه بس ايه ولا يوديه لابوه للدكتور. الحاجات اللي very severe زي كده should be done as quickly as possible. الحاجات اللي هي it seems ان هي سابل ومش عامله severe constriction you can wait for some time لكن usually كل الحاجات دي تعمل at the end of the first year. يعني ممكن تستنى في نهاية السمر لكن if you feel that it's constricting and with the growth of the patient ممكن يحصل more and more constriction and this might affect the circulation and affect the distal growth of the part اللي هو distal to this constriction. دي لازم تبقى في مخنا. The main presentation reconstruction of leg and foot effect by using free tissue transfer. Actually, as mentioned by Dr. Ron Duarte, cutaneous injuries of the lower third of the leg and the foot represent a great challenge, especially if it is large. Well, actually, the microsurgical repair هو يبقى the only way to reconstruct such defect. The free flaps, as we know, have the advantage that you are transferring a very healthy tissue with its plus of blood. لكن تظل المشكلة في التريننج بتاعها والإكويبمنتس اللي هي بتبقى موجودة ويمكن مع البيست هاندز الكومبليكيشن ممكن كان ريتش تو 10%. ده بنفكر نفسنا بسرعة دايما اللور ثيرد في مشكلة عندك في الأبر ثيرد والميدل ثيرد عندك ماسلز وعندك بلنتي اوف تيشو تقدر تحرك ماسل او فلابس من السكين لكن في اللور ثيرد الدنيا تايت ولو عملت جرح كده بتبقى مع شويه القديمه والهارد وير اللي انت بتحطه بتبقى حوسه مش عارف تقفل الجرح. بص احسن بعد كده مشكله وند ديسربشن اوبننج اوف ذا وود والهارد وير بيبقى اكسبوز وبتبقى كارثه. ده شكل البلانتر ابنيوروسس والفوت. وده شكل السكيم ديل هيل اللي هي بتعمل في السوستة كده عبارة عن فات وفايبر الستة عارفين الهيل ترانسميت 80% of the weight bearing والفور فوت بيشيل الـ other 20% of the weight bearing. قصة الشوك ابزوربنج لما يكون واحد بينط من فوق عالي فبينزل بمظلة زي في قوات المظلات أو واحد بقى بينط من دور عالي أو واقع على سقالة أو كده
واحنا عارفين ان حركه الجيت وازاي الفود بتقابل الارض الفور فود وازاي دي بيخبط. مش هخش في الحاجات دي على اساس اعتقد معظمكم عارفين. هنخش على طول على الاوبرتيف تري. المهم قوي الديبرايمنت من ريكونستراكشن يبدا بالديبرايمنت. Without a very good deployment, you will never have a good reconstruction. You should do a primary deployment, or in fact, you can do secondary or even third deployment to eradicate all the devitalized tissue. لأن ده جزء من الإيرادكيشن الإنفكشن اللي موجود وبعدين تريكوستار. فالديبرايمنت ده بيشمل سوفت تيشو أند بون. نيكروتيك بون شود بي ريموف، نيكروتيك سوفت تيشو should be removed. الريكونستراكشن بتاعنا بيبدا ان انت بتريبير الريسيبيانت فيزل، بترفع الفلاب بتاعتك وتبر انت تستخدم ماسل فلاب او فيش كوتينيس فلاب، والريبير المايكرو فاسكولار نفسه الريبير، وتنسيت الفلاب ان ذا بيست واي، وبعدين تعمل موند كلوجر بسكين جرافت فور اكزامبل. عيان زي كده فريش الفكت انتهيل ينجوز حتى من كارتيني مهول ده البسيرو تيبيل سبوشوز داون، ودي اللاتسمس طبعا بيزع على الفرقو درسة الارضي، وده حتة سكين بادل ناخدها عليها جزء منها مونيتور وجزء منها كوفريتش. والحتة دي هقول هل بيتر ناخد حتة سكين بادل ولا نحط سكين كرافت على المصل. I would prefer that you apply skin graft diet to the muscle. وده يبقى الشيرين بين skin graft وبين المصل بيبقى أقل من إني يبقى فيه بدل وسكين الشيرين تقريبا أكتر، وبتبقى مشكلة لما أنت بتحط ده على ويل بيرنج العريض دي عمالة تتزحلق تحت رجليه، فده بيبقى بيحصل فيها ulceration وسكين problems later. ده الأنستموزس وده الأنستموزس بعد الأوف ذا فلابس وده الفاينل، وطبعا الرو اريا دي يو كان كفر باي سكين جرافت. ده شكل البوست اورتو وده شكل الستانس بتاع العيان. مشكلة بقى السكين بادل دي ان هي بتزحلق شويه بقت سليبري اندر ذا هيل اثناء الووكينج اوف ذا بيشن. الافكت تاني واخد جزء من نانويد بيرنج اريا وفي جزء من تحت الهيل ده الاكس راي في فراكشر. نفس القصه بالسيرو تيبيال اكسبوجر للاتسمس. ده الفاسكولار انستموزس الفلاب اند ميشت جرافت. يو كان ابلاي ذا جرافت دايركتلي ان ذا فيرست سيتنج اور يو كان ويت فور كابل اوف دايز وتحط الجرافت بعدها ما تطمن ان الفاسكولار انستموزس جوينج فاين and no problem and you can apply the graft. يمكن بعض الأحيان المصل الفلاب بتبقى بلد شوية ممكن you can do a reduction of this excess tissues. هذا شافلو ليت نفس القصة unstable scar and excessive scarring of the leg. Excision of all this and this is a muscle flap with هنا مش مشكلة ان هنا في الليج لو حتى خدت البادل دي هتدي شكل كوزموتيكالي فيتر. الفكت ده نانويد بيرنج اريا اند فود ماسل فلاب اند ايش جرافت. الفكت ان ذا لور ثيرد ذيس از ذا انترلاترال فلاب ديسيندينج ذا سيركمفيركس فيمورال ارتري. This is the flap in place. This is the donor site of the latissimus, the anterolateral type flap. And this is early and late postoperative of the body. The same, this is the flap, the subcutaneous anterolateral type flap. And this is late postoperative. This patient with the unstable skin and multiple scarring from previous trauma and surgery. And with this EP loop to elongate the
the vascular pedicle, the free vascularized fibula with skin bundle, training of the sclerotic bone, infected bone of the tibia. This is the fibula. And this is long term after tibialization of the femur, become like the tibia when it's sickness. Free latissimus dorsi flare, you can remove all this and cover the defect. So this is the final result, and the patient can stand within the right leg. You might have some complication like vascular problem and flap necrosis, infection, flap bulkiness, ulceration, and hypertrophic scars. This is the distal part, you might have some complication and necrosis, or even hypertrophic scars. At the donor site, you might have some seroma, and this is very common to find after elevation of latissimus dorsi flare. This is the donor site after elevation of latissimus dorsi flare. In the thigh, if you have an excess skin, you can close it primarily, and if the defect is bigger, you can put a skin graft. So in conclusion, no conclusive evidence. We do not, I think it's important that re-innervated flaps have any advantage over the non-innervated flap in the weight-bearing area of the foot. نحن في الأول كنا spend a lot of time to repair the nerve to have an innervation of the flap, especially the weight-bearing area. لكن اكتشفنا ده ان the important that the recovery of the sensation is the contouring of the flap and limiting the effect of shearing strains. And this is an important concept in the foot. The use of vascularized muscle flap with an overlying skin graft appears to tolerate stresses and strains of weight bearing, because it certainly has two shearing planes, one between the skin graft and the muscle, and the other between the muscle and underlying bone. The surgeon performing skin cover procedure must appreciate that stiffness of the joint, paralysis, insensibility, obesity. مهم قوي كمان الويت بتاع العيان، الناس اللي هم اوفر ويت، دي من الحاجات حتى في الفوت السليمه ممكن يعمل تروفيك ألسرز وبروبلم في الفوت. And the more important is the education. Patient education, deeply mirrored inspection of the flaps and foot care, proper shoes are crucial factor in prevention of foot ulceration. And this is also an important for diabetic patients. He should do less care for his feet, because most of those patients have some neuropathy and insensibility problem in the foot, especially in the weight-bearing care. So finally, free flaps have high consideration in reconstruction of the major defect in the lower limb when other conventional methods fail, and only option could be amputation. No indication for expanding major efforts and re-innervation of the cutaneous free flap to the foot. The major problem appeared to be concerned with low shearing stresses. All free flaps appreciate the sensation of deep pressure, and this is could be enough to have a protective mechanism for the foot. Thank you very much.